الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العرش العظيم. من الأحكام التي بدأنا فيها منذ أيام في كلام الله عز وجل من آداب القرآن وتوجيهاته ونصائحه وأوامره، قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض. هذه الآية أيضا مما يكثر الناس أن يمروا عليها ولا يفهموا معناها، وإذا لم يفهموه مضوا عليه ومشوا ولم يركزوا ولم يتمعنوا ولم يتفهموا في هذه الآيات الكريمات التي فيها مهمات من أوامر الشريعة التي لا ينبغي لمسلم أن تغيب عنه أو ينساها. هذه الآية تقول: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. ليستأذنكم هنا اللام لام الأمر، ينبغي على الذين ملكت أيمانكم، أي من العبيد من الرجال والنساء الأرقاء رجالا ونساء، هؤلاء صنف، والصنف الآخر والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. ما الاستئذان وما المقصود بذلك؟ تعلمون أننا استفتحنا دروسنا بآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فتلك آداب الاستئذان والاستئناس العامة. غريب يدخل على بيت غريب، إنسان ليس بينه وبين إنسان قرابة يريد زيارته والدخول عليه، تلك آداب الاستئذان العامة. الآن آداب الاستئذان الخاصة التي تراعى ضمن بيتك أنت أيها المسلم. كانوا كما قلنا قديما ولم يعد الآن هناك أرقاء عبيد، هؤلاء ما عاد لهم حكم الآن كما قلنا، وإن كنا نذكر أحكامهم من باب العلم فقط. هؤلاء صنف كما قلت، والصنف الآخر هم أولادنا ذكورا وإناثا الذين لم يبلغوا الحلم، والحلم هي مرحلة البلوغ، يعني في الشباب في الذكور الخروج المني منه، وفي البنات خروج دم الحيض منها، هذا هو الحلم الاحتلام. يجب على هذين الصنفين وهم أرقاؤنا الذين في البيوت أو أبناؤنا ذكورا وإناثا إن كانوا صغارا أن يستأذنوا قبل الدخول على غرفة أبيهم وأمهم التي يجتمعون فيها في ثلاث أوقات. قال: من بعد أو من قبل صلاة الفجر، هذا الوقت الأول، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. وصف الله تعالى هذه الأوقات فقال: ثلاث عورات لكم. ثلاث هذه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه الأوقات، ثلاث عورات لكم، فينبغي عليكم أن تراعوا تأديب أبنائكم ذكورا وإناثا قبل الاحتلام، وعبيدكم ذكورا وإناثا، ألا يدخلوا عليكم يا أيها الرجال والنساء في بيوتاتكم إلى غرفكم الخاصة إلا بعد أن يستأذنوا. لما؟ لأن هذه الأوقات أوقات خلوة الإنسان بزوجته، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة حينما وقت القيلولة الاستراحة، ومن بعد صلاة العشاء. هذه الأوقات في أغلب البشرية، في أغلب الناس
يجتمع فيها الرجل بزوجته فقد يكشف عورته، وما يجد إلا ولده الصغير قد دخل عليه، فإن لم يكن قد علمه ونبهه ووجهه كما علمتنا الآية ليستأذنكم، وقلت هذه اللام لام الأمر، يجب عليكم أن تعلموهم أن يستأذنوا. ما بدخل والله بفتح الباب بدخل على أبوي وقت الظهر، لا، بقرع الباب ولو كان عمره 7 سنوات. الذين لم يبلغوا الحلم منكم، وأيضا العبيد والإماء والأرقاء، وكذلك من بعد صلاة العشاء دخل الأب والأم إلى الغرفة من بعد العشاء، تعالي يا ولدي، تعالي يا ابنتي، يا ابنتي، لا تدخلون علينا، تفتحون الباب وتدخلون أبدا، تقرعون الباب في إذن، استئذان قبل الدخول، وإن كانوا صغارا وإن كانوا أولادنا كما قلت، هذا حفاظا علينا نحن، هذه الآداب الربانية والتوجيهات الإلهية حفاظا علينا يا أيها الإخوة، تحفظنا نحن وتسترنا نحن، ويكون فيها منفعة ظاهرة لنا نحن في بيوتاتنا. بعض الناس يقول عمره 7-8 سنين أو عمره 7-8 سنين فليدخل وليرى، يعني هذا يا أيها الإخوة أحد الأخطاء الكبيرة التي يرتكبها الأب والأم أو الأقارب فيما بين بعضهم البعض. تذكرون البارحة قرأنا الله تعالى قال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل، والآية قالت تذكرون وعلقنا عليها طويلا الذين لم يظهروا على عورات النساء، وقلت هذا لا يكون إلا في الطفل الصغير جدا، وأما الطفل الذي تجاوز 7 والـ8 والـ10 والـ11 فهذا صار يدرك عورات النساء. وعلم النفس اليوم والبحوث التربوية الحديثة ركزت على هذه المسائل وأثبتت من خلال بحوث كثيرة أن هذه المرحلة من عمر الطفل ذكرا كان أو أنثى من أخطر المراحل في حياته، وهذا أمر نشهده من أنفسنا. كم منا من يذكر قبل 40 سنة لما كان في 7 من العمر ورأى مشهدا من أبيه أو أمه أو أخته أو جارته، ألا يزال كثيرا منا يذكر ذلك؟ قد يستغفر الله وليس عاصيا، ولكن في باله هذا المشهد لا ينساه، لأنه رآه في مرحلة هي كالمجهر، هي كاللاقطة كالمصورة، يختزن المعلومات فلا ينساها. تعلمون العلم في الصغر كالنقش في الحجر، وكذا الفجور في الصغر أيضا، وكذا الضلال، وكذا قلة الدين، وكذا قلة الأدب، كله مركوز في الإنسان لا ينساه. ابنك الصغير عوده على هذه الآداب القرآنية العظيمة والأوامر الربانية المهمة، علمه هذه الأوقات قبل صلاة الفجر، بعد صلاة العشاء، عند الظهر، قبيل الظهيرة حينما يعود مثلا الإنسان من عمله ويدخل الزوج وزوجته إلى غرفتهما يجب الاستئذان. قال الله تعالى 3 عورات لكم، كما قلت يعني هذه الأوقات 3 عورات، بمعنى أنها أوقات في الأغلب تنكشف فيها العورات، فحافظوا عليها وأدبوا أبنائكم بالاستئذان فيها. ثم قال تعالى ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. الآن ما عدا هذه الأوقات 3 بالنسبة للأرقاء وبالنسبة للأطفال الذين لم يبلغوا الحلم كما قلنا، غير هذه الأوقات لا حرج لا علينا، لا جناح بمعنى لا حرج ولا إثم، لا علي كأب أو أم ولا على الطفل ولا على الرقيق أن يدخل علي بلا استئذان. هذه الأوقات إنما وجهها الأطفال ووجه الكبار لأن يعلموا الأطفال عدم الدخول إلا بعد الاستئذان من أجل 3 عورات. وأما إذا انقضت هذه الأوقات فالله تعالى يعلل الحكم، يقول ليس عليكم جناح ولا عليهم جناح بعدهن، بعد هذه الأوقات، الآن مثلا بين المغرب والعشاء مثلا فتح الطفل الصغير لا حرج، دخل الرقيق أو الأمة فتحت لا حرج، لأنه ليس وقت كشف عورة. قال ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، يعني بعد هذه الأوقات طوافون عليكم بعضكم على بعض، أطفالكم الصغار يحتاج إلى شيء يفتح الباب لا حرج،
وهكذا يدخل إلي ليطلب مني حاجة فلا إثم علي. قال كذلك يبين الله لكم آياتي والله عليم حكيم. ثم قال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. الآن وصل الأطفال إلى مرحلة البلوغ، أعود فأقول الأطفال ذكورا أو إناثا، فماذا يجب عليهم؟ الآية تقول فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فليستأذنوا قال أهل العلم أي في جميع الأوقات. الآية الأولى ثلاث عورات لكم، بعد ما في حرج، طفل صغير في غير وقت يدخل ولو ما قرع الباب. أما إذا بلغ الأطفال منكم الحلم، صار البنت كبيرة والطفل صار شابا، انتهى. كل ما يأتي لغرفة أبيه وأمه في كل أوقات الليل والنهار في 24 ساعة فليستأذنوا. ذاك الحكم خاص بما دون الحلم، بما دون البلوغ، ما بعد البلوغ الاستئذان مطلوب في كل الأوقات. قال فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. قد يتبادر للإنسان في الوهلة الأولى أن الذين من قبلهم هم الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، فكذلك ثلاث عورات، يعني في ثلاث أوقات بعض الأوقات ما في حرج. لا، من الذين من قبلهم هنا؟ قال كما استأذن الذين من قبلهم، أي من هم أكبر منهم وبلغوا قبلهم وصاروا شبابا وإناثا كبيرين في السن، فهؤلاء علموا أن جميع الأوقات أوقات استئذان بالنسبة لهم. فإذا وصل الطفل إلى هذه المرحلة من الكبر فإنه يجب عليه أن يستأذن كما استأذن أخوه الأكبر الذي فهم هذه المسألة من قبله، كما استأذن الذين من قبلهم. هنا مسألة مهمة تعرض في هذه الآية، وهي مسألة الحلم يعني البلوغ. كيف يعرف البلوغ وماذا يترتب عليه من أحكام؟ الآية هنا تشير إلى موضوع الحلم ولا تبحث في تفصيل ذلك. أهل العلم بحثوا في ذلك فيما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث تتعلق بذلك. جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى كالإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك وكثير من الفقهاء الآخرين قالوا الاحتلام يعرف بشيئين، البلوغ للرجال والنساء. الشيء الأول بالنسبة للذكر هو خروج المني، وبالنسبة للأنثى هو خروج دم الحيض، وهذا هو الأصل في جميع البشر، الأصل في معرفة أنه قد أصبح بالغا هذا الإنسان. الشيء الثاني الذي يعرف به البلوغ كما قلت هذا قول جمهور الفقهاء هو وصول الإنسان إلى عمر 15 سنة قمرية. قالوا سواء حصل البلوغ بالفعل أو لم يحصل. معنى ذلك صار عمر الإنسان هذا الإنسان ذكرا أو أنثى 15 سنة قمرية ولم يأتي لم يرى الأنثى لم ترى دم الحيض وهذا الشاب لم يخرج منه المني، فإنه يعتبر بالغا بالسن بالعمر وهو 15 سنة قمرية. قال ليش عم بقول قمرية؟ لأنه نحن الآن في عصرنا نحسب على الميلادي، والميلادي ب15 سنة ينقص ما يقرب من 6 أشهر، يعني 14.5 على الميلادي صار بالغا عند جمهور الفقهاء. احتلم أو لم يحتلم، خرج دم الحيض منها أو لم يخرج، احتلموا صاروا بالسن، صاروا بالغين بالعمر بالسن. بعض أهل العلم خالف في ذلك كالإمام أبي حنيفة وقال في السن أكثر من هذا، وهو قد تفرد في هذه المسألة، جمهور الفقهاء خالفوه في هذا. الآن قد يحصل البلوغ يا أيها الإخوة قبل هذا بكثير، وبخاصة في الإناث، قد تحيض المرأة في 9 حسب البلاد والجو والظروف، قد تحيض في 10، هذا أمر وارد وحادث. الذكور قد كثير منهم قد يأتيهم البلوغ في 11، في 12، يعني لو ردنا الآن نقدر، وأنا هذا أمر أيضا مشاهد معروف ولعل كثيرا منا يعرفه، يعني بنت في الصف 6 ابتدائي كثيرا منهن بالغات
هذا ما يعرف به البلوغ. ماذا يترتب على البلوغ من أحكام؟ يترتب على البلوغ أو الاحتلام جميع أحكام شريعة الله، وهي مسألة عظيمة يغفل عنها جمهور المسلمين، جمهورهم في معظم أصقاع الدنيا. عمره 15 صغير، عمره 14 صغير، شلون يعني؟ أريد أن أفهم بأي مقياس؟ ما هو المقياس؟ مقاييس المسلم شريعة الله، مقاييس غير المسلم ما أدري، هو يهتم بنفسه، هو مسؤول عن نفسه. أنت مسلم؟ قال نعم. مقياسك الشريعة، ماذا تقول الشريعة؟ تقول هذه مرحلة البلوغ، فإذا بلغ الإنسان طبق عليه جميع أحكام الشريعة كلها بلا استثناء، فرائض الدين كلها، يعني يحاسب على أعماله كأي إنسان بلغ الخمسين. وهذه البنت تحاسب على أعمالها كأمها في كل شيء. أقول هذا وأذكر جميع المسلمين بما يترتب عليه. ابنة بلغت كما قلت، وكثيرا منهن في الصف السادس الابتدائي، عمرها 12 سنة، كثيرا منهن هذه تخرج بلا حجاب مطلق عند كثير من المسلمين، وأمها تحتجب الحجاب السابغ، وابنتها بالغة تمشي بجانبها بلا حجاب مطلق مطلق. بالله أينظر الشاب أو الرجل أو قليل الدين والإيمان إليك يا أيتها الأم التي سنأتي معي بعد قليل، قول الله مباشرة بعد ذلك، والقواعد من النساء. طلع عليك يا اللي قواعد من النساء صار عمره 50-60 سنة، لا تطلع على بنتك الصبية الماشية جنبك. المقياس منقلب تماما رأسا على عقب. الأم الكبيرة التي لم يعد لها وجهة للزواج، ولم يعد الرجال يهتمون بها لأنها من القواعد من النساء، تحتجب الحجاب السابغ المطلق من أعلاها إلى أسفلها. أما الشابة التي ينظر إليها وتشتهى بالضلال، هذه لا تحتجب، وأمها تتفاخر بذلك، ولعل أباها وأخاها وعمها وجدها يمشي بها ويتفاخر أيضا بذلك. هذا الأمر يرجع إلى كل إنسان، يحاسب الإنسان نفسه عليه. ولدي صار في الصف السابع أو الثامن وبلغ، هذا يجب عليه أوامر الدين كما قلنا، يجب أن يصلي، لا يترك لنفسه. والله لسه بلغ، بلغ يا أخي، هذا مسؤول عن كل صلاة تفوته، كيف لا يصلي هذا؟ كيف هذا؟ لا يعرف الجنابة، والله يحتلم لكن لا يعرف كيف يغتسل. من واجبه؟ أنا أذهب إليه إلى البيت لأعلمه كيف يغتسل؟ واجبك أنت؟ لم تستطع يا أخي، إيتي بأي إنسان تعرفه أنت ليفهمه كيف لا يغتسل؟ مرة جاءني أنا، ما أدري إن كنت في هذا المسجد أو في مساجد أخرى قديما، لا أذكر، حادثة قديمة أذكر، شاب يقرب من 20 سنة، والله قال أنا ما أعرف كيف أغتسل، ما أحد علمني. يعني مر عليه 5-7 سنوات الله أعلم بالغ فيها وهو لا يغتسل، يعني إن اغتسل هكذا، ولكن هل هو واجب حينما يحتلم؟ لا يدري الرجل. عجيب يا أيها الإخوة، الجهل بهذه الأمور ليس عذرا عند الله أبدا. واحد يقول الله أنا ما بعرف بتغسل، ما بعرف بتوضأ. العلماء كانوا يقولون قديما يعذر الإنسان بالجهل في أرض الإسلام، في يعني مكان، في علماء، في شيوخ، في مساجد، هذه اسمها أرض الإسلام، يعذر الإنسان بالجهل في أرض الإسلام في أمور دقيقة قد تخفى عن العامة، تفصيلات فقهية في موضوع واجبات الصلاة، واجبات الزكاة، تفصيلات الحج، قد يعذر الإنسان بالجهل فيها. أما الوضوء، أما الصلاة بشكل عام، أما الطهارة من الجنابة، فهذه لا يعذر مسلم بجهلها قط، أياً كان، أياً كان. ما علمني أبوي واجبك أنت تتعلم، وأبوك مقصر وأنت مقصر، والبنت تحيض ويأتيها الدم ويذهب عنها الدم ولا تغتسل، ما علمتها أمها، خجلت منها، ما أدري إيش. طيب لا تخجل منها في مسائل كثيرة، وعند مسائل الشرع والطهارة والنجاسة تخجل، عجيب. قال الله تعالى
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. من القواعد من النساء؟ قال أهل العلم إن القواعد من النساء هي المرأة التي انقطع عنها دم الحيض ولم تعد تلد، هذه أول مرحلة من القواعد من النساء. ولما سميت هذه المرأة بالقواعد من النساء؟ لأنها في الأغلب تقعد في بيتها لم يعد لها وجهة، لا عادت تشتري لأطفالها الثياب لأنها لم تعد لا تحيض ولا تلد، ويقل خروجها من بيتها كما قلت لكبر سنها، فهذه سميت قاعدة أي جلست في بيتها في كثير من أوقاتها، وكلما هرمت أكثر كلما انطبق عليها هذا الاسم أكثر. قال والقواعد من النساء، وقيد الله أيضا اللاتي لا يرجون نكاحا، أيضا قد تحيض قد تنقطع ينقطع دم الحيض عن المرأة مثلا في 43 في 45، ولكنها لا تزال ترجو نكاحا ولا يزال للرجال نظر إليها لأنها لا زالت فيها مسحة من الشباب، فهذه لا ينطبق عليها الوصف. إذن المسألة تحتاج إلى وصفين: قواعد من النساء انقطع عنها الحيض لم تعد تلد أولا، وثانيا قال اللاتي لا يرجون نكاحا، بلغت مرحلة من السن لا عاد وجه يتوجه قلبها للزواج، ولا عاد الرجال لهم مطمع فيها في الزواج بسبب هرمها وكبر سنها. فهمنا إذن ما شأن هؤلاء، ماذا يترتب لهن أو ماذا لهن من حقوق، هل يخفف عنهن شيء؟ قال نعم، فليس عليهن جناح، وقلنا الجناح هو الإثم والحرج، ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. أيضا قد يتبادر للوهلة الأولى حينما يقرأ الإنسان هذه الآية الكريمة أن يضعن ثيابهن، يعني ما يتحجبن، يرفعن الحجاب ويمشين بلا حجاب، وليس هذا المقصود قطعا، ولا قال به رجل من أهل العلم، لا من الفقهاء ولا من المحدثين ولا من المفسرين، لم يقل أحد أن هذه المرأة التي وصلت إلى هذه السن ولا عاد لها حاجة في الزواج ولا كذلك أنها تضع حجابها فتخرج إلى الشارع بلا حجاب. ماذا قالوا إذن؟ قالوا إشارة إلى الآية، من أين جاءوا؟ هل هم يستئذون على الآية؟ يعني يزيدوا عليها أحكام، باخترعوا فقهائنا رحمهم الله أحكام زيادة على الدين على نصوص القرآن وحطوها من عندهم وفرضوه؟ حاشاهم رحمهم الله ورضي عنهم. الله تعالى يقول فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. إذن المقصود بوضع الثياب التخفيف مما أمرنا به قبل ذلك من إسدال الحجاب الكامل. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين في سورة الأحزاب يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. الجلباب قال أهل العلم وهو الحجاب الساتر من أعلى جسدها إلى أسفلها، وكما قلنا لا تزال هذه الكلمة مستعملة إلى عصرنا للجلباب، قالوا مثل هذا يتخففن منه، هذا من وضع الثياب. فلو أن امرأة وصلت إلى هذا الذي أشرنا إليه، قطاع الحيض وعدم رغبتها بالزواج وكبرها وهرم سنها، فهذه لو فرضنا ما لبست هذا الجلباب فخرجت بثياب ساترة لكن ليس عليها جلباب مثلا، فقالوا لا حرج. هذه المرأة لو أنها نزلت إلى السوق فرفعت شيئا ما عن وجهها ولم تسدل عليه كما قلنا على خلاف بين الفقهاء في قول الله تعالى إلا ما ظهر منها، وتذكرون ذلك قبل أيام، نعم قالوا أيضا لا حرج. ولكن عقبت الآية فقالت غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن.
أن يبقين على حالتهن الأولى من ثيابهن الكاملة وجلبابهن الكامل وسدل وجوههن الكامل، هذا العفة في ذلك خير لهن، رغم أنهن قد بلغن 60 أو 70، رغم ذلك الأفضل لهن أن يبقين على حالتهن الأولى من العفة الكاملة المطلقة في كل مشاهد مظهرهن. أيضا مسألة مهمة، بعض الناس صار ينقل منذ مدة أن مثل هذه النسوة القواعد من النساء يجوز للرجال أن يصافحوهن، استدلالا بمثل هذه الآية الكريمة والقواعد من النساء، وهذا لا دليل عليه، واستدلوا برواية قريبة من الوضع، يعني قريبة من الكذب، شديدة الضعف جدا، وردت في حديث أشار فيها في هذا الحديث أو أشير فيها إلى جواز أن يمس الرجل المرأة التي بلغت سنا كبيرة كالـ70 وما إلى ذلك. وهذه الرواية كما قلت أيها الإخوة شديدة الضعف، تقرب من الموضوع، فلا يستدل بها قطعا، ونصوص القرآن هنا لا تشير إلى المصافحة بحال من الأحوال، فهذا الكلام خاطئ على الإطلاق. والله صافح امرأة، والله أض أمي، على وتكون أض نانتي، افتحنا الله، يعني هي في شأنها وأنا في شأني، هذا الأمر لا 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 يقربه المسلم أبدا. والحديث في الصحيح ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط. أيضا بعض الناس يستدل ليس برواية وإنما بفهم حديث المبايعة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس يأتيه الرجال فيعقدون يدهم بيده، يقولون نبايعك يا رسول الله مثلا على شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، على كذا على كذا، مبايعات كثيرة جرت. النساء يأتين مثل بيعة العقبة الأولى والثانية مشهورات، النساء يأتين فيقفن من بعيد كما في الحديث لا ما مست يد رسول الله يد امرأة لا تحل له من بعيد، يقولن النسوة نبايعك يا رسول الله على كذا وكذا مما بايعت عليه الرجال. الآية القرآنية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن إلى آخر الآية، فبايعهن، ما قال فصافحهن. بعض الناس فهم أن المبايعة للنساء كمبايعة الرجال، هو من عقلي استنبط ذلك فقال إذا المصافحة جائزة، وهذا قول أيضا قطعي الكذب، لم يصح بذلك شيء أبدا، فلا يجوز للرجل أن يصافح امرأة لا تحل له. قال الله تعالى وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم، يسمع ما في نفسك من نجوى. ما أصافح المرأة؟ أصافحها؟ هذه المرأة صارت من القواعد؟ ما صارت؟ لعلني أنظر إليها؟ لا أنظر إليها. الله سميع بخفايا نفسك وعليم بأحوالك ظاهرها وباطنها، فراقبه ولا تراقب أحدا من الناس. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما تعلمنا، الحمد لله رب العالمين.